بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر أدلة الأحكام وأصلها الكتاب والسنة ويرجع إليها باقي الأدلة، أعقب ذلك بذكر مستندها، ثم تكلم بعد ذلك عن دلالة المنطوق منها، فبين الظاهر والنص والمؤول، ثم بين بعد ذلك دلائل المفهوم من غير المنظوم، دلائل مفهوم المنظوم، ثم ختم الحديث عن النص بدلالته بالحديث عن نسخه، أي رفع حكمه بالكلية. ومبحث النسخ من المباحث المهمة التي يختلف فيها أنظار أهل العلم، وقد يكون اختلاف العلماء في ثبوت الحكم ونفيه اختلافهم بسبب هل هذا الدليل منسوخ أم ليس بمنسوخ. ولذلك بيّن جمع من أهل العلم أن لأحمد وأصحابه رحمهم الله تعالى، وهي طريقة فقهاء الحديث، قواعد خاصة في باب النسخ قد يتوسع غيرهم فيها، وأما هم فإنهم يعملون هذه القواعد. فمن ذلك ما نبه عليه شمس الدين الزركشي المصري صاحب شرح الخرقي، فقد نبه في شرحه للخرقي أن الأصل والقاعدة التقليل من الحكم بالنسخ ما أمكن. ولذلك يقول الزركشي: النسخ خلاف الأصل، فالواجب عدمه أو تقليله ما أمكن. وهذه القاعدة التي أوردها الزركشي تتابع على ذكرها جمع من أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره. ومن قواعد فقهائنا رحمهم الله تعالى في النسخ أنهم يقولون إن النسخ إلغاء لدلالة النص، فما دام كذلك فإنه لا يصار لهذا الإلغاء بالنسخ إلا بأمر قوي، ولا يقبل فيه دليل محتمل، بل لا بد أن يكون الدليل دليلا صريحا على ذلك. وقد نبه على ذلك أيضا جماعة منهم الزركشي حينما قال: النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل لا بد من الدليل الصريح الذي يثبت النسخ، وأما مجرد الظن والخرص والتوقع ورد النصوص الشرعية بحجة النسخ فهذا ليس بصحيح. ولذلك سيأتينا إن شاء الله من القواعد ربما في هذا الدرس أو في الدرس القادم قواعد ما الذي يعرف به النسخ، وكيف أن من أهل العلم من ضيق هذه القواعد ومنهم من وسعها، والصواب تضييقها على الصريحة دون المحتملة. كما أنهم تكلموا، سيأتينا أيضا إن شاء الله اليوم أو غدا أو الدرس القادم، في قضية أن من أصول أحمد، نبه عليه أبو البركات المجد بن تيمية، قال أن من أصول أحمد أن النص لا ينسخ بالقياس. قال: وكثير من الفقهاء من الحنفية وغيرهم يردون نصوصا شرعية بحجة أنها منسوخة لما يعارضها من قياس نصوص أخرى، وأما طريقة فقهاء الحديث فإن النص لا ينسخ بالقياس، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله في محله. هذا ما يتعلق عموما بأن هذا المبحث مهم وله قواعده التي قد يتوسع فيها بعض أهل العلم وقد يضيقون، وطريقة فقهاء الحديث ومنهم الحنابل وغيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله، وهو تضييق هذا الباب ما أمكن. قبل أن نبدأ بتعريف النسخ في اللغة والاصطلاح، أود أن أبين ملحظا مهما، وهو قضية أن لفظة النسخ لها إطلاق عام ولها إطلاق خاص. فالمراد بهذه المباحث التي والمسائل التي تكلم عنها المصنف إنما هو المعنى الخاص، وأما المعنى العام فإنه يستخدم في كلام العلماء، بل ولربما ورد في كتاب الله عز وجل. فمن المعنى العام إطلاق النسخ على كل ما كان فيه صرف للظاهر عنه، صرف لللفظ الظاهر عن دلالته الظاهرة، وبناء على ذلك فيكون التخصيص والتقييد، التخصيص للعام والتقييد للمطلق، يسمى ذلك نسخا. وهذا الذي مشى عليه الأثرم في كتابه المطبوع باسم ناسخ الحديث أو الناسخ والمنسوخ، فإنك إذا تأملت هذا الكتاب وجدت أن أحمد والأثرم تلميذه كذلك، فإنه كان
كثيرا ما يحكم على أحاديث قيدت نصوصا أخرى بأنها ناسخة، فمراد أحمد والأثرم بل مراد كثير من متقدم السلف من التابعين وغيرهم، مرادهم بذلك إنما هو التقييد للمطلق والتخصيص للعام. إذا عرفت ذلك انحل عندك إشكال كثير جدا في ما يسميه بعض المتقدمين من أهل العلم بالنسخ، وهو في حقيقة ليس نسخا وإنما هو المعنى العام، ليس نسخا بالمعنى الخاص وإنما هو نسخ بالمعنى العام. هذا المعنى العام الأول. المعنى العام الثاني وهو أن النسخ أحيانا يطلق بمعنى نفي الظن الفاسد، فيقال نسخ الفهم المظنون الفاسد من الآية بكذا. ومن ذلك ما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم يقولون إن قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم أنها ناسخة لقوله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته، فإن قوله اتقوا الله حق تقاته محكمة وليست منسوخة بمعنى رفع حكمها، ولكن لما ظن بعض الناس أن الاتقاء بالاستطاعة وعدمها أو قد يوهم هذا اللفظ هذا الظن الفاسد، جاءت الآية الأخرى مبينة لنفي هذا الظن الفاسد. وهذا أمثلته كثيرة وقد جاءت في كتاب الله عز وجل، منها قول الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هنا ينسخ بمعنى أنه يلغي الظن الفاسد ويكون ذلك بالبيان. إذا عرفت ذلك عرفت أن هذين المعنيين مستخدمان في كلام أهل العلم المتقدمين في الحكم على بعض الآية أنها منسوخة، وليس مرادهم بذلك النسخ بمعنى رفع الحكم الذي سيتكلم عنه المصنف بعد قليل. نعم. لغة الرفع. نعم، قول المصنف لغة أي أن النسخ يفسر في اللغة بالرفع وبالنقل، ولذلك يقول أهل اللغة إن النسخ له معنيان، المعنى الأول الرفع، ومنه أن يقال نسخت الشمس الظل أي رفعته ولم يوجد له أثر وأزالته، والمعنى الثاني النقل، ومنه نسخت الكتاب، ومعنى النقل أي بقاء الأصل في مكانه، وفيه معنى الرفع فهو رفع لصورته ورفع لهيئته لمكان آخر لمن نسخ الكتاب. إذن عندنا معنيان الرفع والنقل، وهذان المعنيان موجودان في اللغة، فالرفع في معناه الإزالة، والنقل هو نقل الشيء من مكانه إلى مكان آخر. وقد مثل المصنف للرفع بقول الشخص نسخت الشمس الظل أي رفعته وأزالته فلم يبق له أثر، ومثل للنقل بقوله نسخت الكتاب أي إذا نقلت الشيء عن موضعه إلى موضع آخر قد يبقى في موضعه الأول مثل نقل الكتاب، وقد لا يبقى لكنه ينقل من مكان إلى آخر. نعم. يقال نسخت الشمس الظل، والنقل نحو نسخت الكتاب. نعم، قوله هو النقل وهو المعنى الثاني للنسخ في اللغة. نعم. وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول مجاز في الثاني. نعم، قوله وهو أي والنسخ حقيقة عند أصحابنا في الأول، كلمة في الأول يعني لمعنى الرفع، مجاز في الثاني فهو لا يصار إليه بمعنى النقل إلا بقرينة تدل على هذا المعنى. وينبني على كون أن النسخ حقيقة في الرفع مجاز في النقل أننا نقول إن كل ما جاء في الشرع بمعنى النسخ فإنه بمعنى الرفع، بمعنى الرفع، ولا يوجد شيء جاء فيه بمعنى النقل، هذا هو الأصل، صرح بهذا البناء الموفق بن قدامة. كما أنه ينبني على هذا الخلاف أو ينبني على قولهم إن النسخ حقيقة في الرفع مجاز في النقل، ينبني عليه مسائل أصولية. من هذه المسائل أنهم قالوا إن المسألة ستأتينا إن شاء الله وهي مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم ليست نسخا؟ فإن بعض من الأصوليين بناها على قاعدة اللغة، هل النسخ في اللغة حقيقة في الرفع فقط أم أنها حقيقة في الرفع والنقل معا أم العكس؟
هذا بنيت عليه. كذلك أيضا نص بعض الأصوليين ومنهم البرماوي على أنه ينبني على هذا الخلاف في قضية معنى الحقيقي للنسخ، أهو الرفع أم النقل، بنى عليه مسألة جواز النسخ بلا بدل، فنقل عن بعض الأصوليين ذلك ولكنه نظره وقال فيه نظر أن هذا ينبني عليه. نعم. وعند القفال عكسه، قوله عند القفال، القفال الشاشي من 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 كبار الشافعية، وهو الذي تنسب له طريقة المراوزة، فإذا قيل المراوزة فهو القفال وتلاميذه، وهم من طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي. قوله عكسه أي أنه في الحقيقة هو النقل وفي المجاز هو الرفع. وعند ابن الباقلاني وغيره مشترك بينهما، قوله عند ابن الباقلاني أي صاحب التقريب معروف، وغيره وغير الباقلاني أو عند غيره هو الغزالي، فإن الغزالي وافق الباقلاني في هذه المسألة. قال مشترك بينهما أي أنه حقيقة فيهما معا، أي في النقل والرفع معا. وقد مال لهذا القول من الحنابلة الطوفي، فقد قرر الطوفي في مختصره القول الأول، وهو أنه حقيقة في الرفع مجاز في النقل، فلما جاء في الشرح اختار بعد ذلك أن الأولى عنده أنه مشترك، أن النسخ حقيقة في المعنى المشترك بين الرفع والنقل معا، وهذا قريب من قول ابن الباقلاني. نعم. وشرعا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. نعم. ذكره في الروضة. نعم. قوله وشرعا أي في استخدام الشرع في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكذلك ما جاء ما ذكرت لكم في المقدمة أن النسخ أحيانا يأتي بمعنى رفع المعنى المظنون الفاسد، هو بمعنى ذلك لكنه مقيد. قوله وشرعا، نعم عرفنا هذا، وهو استخدام الأصولين والفقهاء كذلك. قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، رفع الحكم أي إزالته، والمراد بالحكم أي إزالة التشريع المتعلق بأفعال المكلفين، لأن الحكم هو المتعلق بأفعال المكلفين. وقوله الثابت بخطاب متقدم، نستفيد من ذلك مسألتين. المسألة الأولى في قوله الثابت بخطاب، عبر صاحب الروضة وتبعه المؤلف وكثير من الأصوليين بأنه يلزم أن يكون الخطاب، يلزم أن يكون الحكم ثابتا بخطاب، لا بد أن يكون ثابتا بخطاب. قالوا لأن كلمة الخطاب هذه تشمل النص وتشمل التنبيه الذي هو الفحوى وتشمل المفهوم، فكل هذه داخلة في عموم الخطاب، ولذلك قالوا عبرنا بالخطاب ولم نعبر بالنص لكي تشمل المفاهيم وما في معناها. هذا واحد. ثانيا قالوا ولكي يكون الحكم الأول المرفوع إذا كان ثابتا بدليل البراءة العقلية فإن تغييره ليس نسخا، إذ مر معنا أن دليل البراءة العقلية الأصلية هو أن الأصل في الأحكام الأفعال الإباحة، فإذا غير هذا الحكم للحظر أو لغيره فإن هذا التغيير لا يسمى نسخا، لأن الحكم الأول ليس ثابتا بالنص وإنما ثبت بدليل العقل، وهو دليل البراءة الأصلية وعدم والإباحة الأصلية. إذن هذا فائدة تعبيرهم بخطاب. الأمر الثاني في قوله متقدم يدلنا على أنه لا بد من أن يكون المنسوخ متقدما على الناسخ، فمن شرط النسخ أن يكون بخطاب متراخ، ولا يصح أن يكون النسخ في خطاب واحد، فلا يجتمع بين ناسخ ومنسوخ في خطاب واحد، ولا يكون الناسخ أيضا متقدما على المنسوخ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في محله. إذن رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، قال بخطاب متأخر عنه. ذكر ابن عقيل وغيره أن فائدة التعبير بخطاب متأخر الثانية اللي هي يعني أن الناسخ يكون خطابا كذلك، قال إن فائدته كذلك لكي يشمل فحوى الخطاب مثل ما قلنا سابقا، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن فحوى الخطاب تنسخ، وسيأتي الخلاف في قضية المفهوم هل هو ناسخ أم لا.
وذلك عبر بالخطاب ولم يعبر بالنص. نعم، قال ذكره في الروضة، وعليه أغلب الأصوليين حقيقة، أن أغلب يعني أصحاب أحمد على هذا التعريف، يعني أغلبهم مشوا على هذا التعريف الذي ذكره المصنف. نعم. وقال بعض أصحابنا منع استمرار الحكم إلى آخره. نعم، قوله منع استمرار الحكم إلى آخره يعني أن التعريف يكون هكذا: منع استمرار الحكم، استمرار حكم خطاب شرعي متقدم بخطاب متأخر عنه، هكذا يكون التعريف. وقول المصنف قال بعض أصحابنا أبهمه المؤلف، وقبله ابن مفلح أبهمه، ولكن ذكر ذلك المرداوي والجراعي أن المراد بهذا هو ابن حمدان صاحب المقنع في أصول الفقه. والحقيقة أن ابن حمدان ربما يكون ناقلا لهذا التعريف والحد عن غيره، وليس موجودا في أغلب كتب أصول الفقه عند الحنابلة. وقد انتقد أبو الوفاء ابن عقيل هذا التعريف وما في معناه، وذكر أن هذا التعريف إنما يقول به القدرية، لأن القدرية يرون أن الله عز وجل لا ينهى عن شيء أمر به، فلا يجتمع في الشيء أمر ونهي عنه، فلا ينهى عنه بعد أمره. وذكر أبو الوفاء بن عقيل أن هذا مرده إلى ما يعتقدونه يعني غلاة القدرية، وهو مسألة البداء وإثباته، وأن يعني يرون فيه نوعا من الشبه بالبداء، وسيأتي أن هناك فرقا بين البداء وبين النسخ. يهم من هنا تعليق لأبي الوفاء بن عقيل أنه قال إن هذا التعريف أو هذا الحد أخذ به بعض الفقهاء، ثم قال: فمن اتبعهم أي القدرية في هذا الحد انساق به تحديده إلى هذا الأصل، وإنما سلكه من الفقهاء من نقل من صحيفة أو أعجبه بالبادرة صورة اللفظ واختصاره من غير روية ولا معرفة بما يفضي إليه. هذا الكلام نقلته من ابن عقيل لأن فيه نكتة جميلة، وهو أن كثيرا من الفقهاء وربما أيضا من الأصولين، بل وكثير من الأصولين كذلك، هم ينقلون كلام من قبلهم ويعجبون به بداءة الأمر، ولا يعني ذلك أنهم يتبنونه ويتبنون مضمونه، بل ربما لم يلتزموا ذلك. وهذه إشارة لطيفة جدا من ابن عقيل لهذه المسألة، إذ ابن حمدان يعني بضاعته في علم الكلام ضعيفة، ولذلك وقع منه الكثير من الأخطاء في علم الكلام، ونسبها لأحمد ولأصحابه من هذا الباب. هو من الفقهاء الكبار الأجلة عليه رحمة الله، وهو من تلاميذ المجد، ولكن ربما لعدم علمه في هذا الباب، وقد ألمح لعدم علمه بهذا الكتاب، لعدم علمه بعلم الكلام الطوفي في بعض كتبه. نعم. مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. شرع المصنف في هذه المسألة في الكلام عن مسألة جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. قال المصنف: أهل الشرائع، مراده بأهل الشرائع أي شرائع الأديان كالنصارى والمسلمين وغيرهم، فالمسلمون مقدمون على غيرهم ولكن النصارى بعدهم وهكذا. قال: على جواز النسخ عقلا، أي يمكن بالعقل أن يأمر الله بشيء ثم ينهى عنه، أو أن ينهى عنه ثم يأمر به بعد ذلك، وهذا هو النسخ، ويكون ذلك بخطاب متراخ. قال: ووقوعه شرعا، أي أن الشرع جاء بالنسخ، فالنصارى يقولون إن شريعة عيسى النصرانية التي جاء بها عيسى ناسخة لشريعة اليهود، والمسلمون يقولون إن الإسلام ناسخ للأديان قبله، هذا باعتبار الأديان وهي الكليات، وأما باعتبار الجزئيات فقد انعقد الإجماع على أن الله عز وجل ينسخ بعض أحكامه وينسخ بعض آياته، بل هو المنطوق في كتاب الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وخالف أكثر اليهود في الجواز. اليهود خالفوا في جواز النسخ، يريدون أن يصلوا إلى أمر، وهو أن شريعة اليهود التي جاء بها موسى أو أوحاه الله عز وجل إلى موسى باقية. وقول المصنف إن الذين خالف أكثر اليهود، فقد نقل
بعض أهل العلم وهو ابن الزاغوني في كتابه الإيضاح، ونقله عنه أيضا تلميذه ابن الجوزي في أكثر من كتاب من كتبه، أن اليهود على ثلاثة طوائف، فمنهم من يقول إنه لا يجوز عقلا، ومنهم من يقول إنه يجوز عقلا ولا يقع شرعا، ومنهم من يقول إنه يجوز عقلا وشرعا ولكن لا يجوز النسخ بالأخف، وإنما يكون النسخ بالأشد بناء على أن شريعتهم أشد من الشرائع التي جاءت بعدهم. فإن النصرانية والإسلام يعني وضع الله فيها من الآصار والأغلال ما كانت مشروعة عند اليهود، وفي كل الأحوال الثلاثة يريدون إبطال الأديان التي بعدهم. يهمنا هنا مسألة، وهي قضية أن إيراد قول اليهود هنا عيب على الأصوليين كابن الحاجب وغيره، لما يريدون كلام أهل اليهود، فالأصول الأصل فيها أنها إنما هو بين أهل الإسلام وللفروع وللقواعد التي لها فروع فقهية، ولكن هذا من الأمر الذي اشتهر بينهم. ثم قال نعم، وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع، أي أن أبا مسلم الأصفهاني خالف في الوقوع، جوزه عقلا وخالف في وقوعه. وهذا أبو مسلم الأصفهاني يعني اختلفوا منه، حتى إن بعضهم قال هو الجاحظ وخطأ، قاله بعض الأصوليين من الشافعية، والصواب أنه أحد المفسرين الذين كانوا في أوائل القرن الرابع، وقد كان على طريقة أهل الاعتزال وله تفسير كبير، وقد ذكر ابن السمعاني في القواطع أن أبا مسلم الأصفهاني هذا كان على طريقة الاعتزال ثم تركه، أو كأنه أومأ لهذا المعنى. وقد أثنى على أبي مسلم الأصفهاني هذا، أثنى عليه ابن القيم في مفتاح دار السعادة وقال إنه من الفضلاء، فيبدو أن له آراء كان عليها ثم رجع عنها بعد ذلك. قول المصنف وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع، أي أن أبا مسلم إنما خالف في الوقوع لا في الجواز العقلي. ثم قال وسماه، أي وسمى أبو مسلم الأصفهاني النسخ تخصيصا، يعني جعله من باب التخصيص ولم يسمه نسخا. وهذه الطريقة التي لأبي مسلم الأصفهاني بتسميته نسخ، الحقيقة خالفه الجمهور، فإن الجمهور يفرقون بين النسخ والتخصيص من جهات. فعلى سبيل المثال من الفروقات بين النسخ والتخصيص أنهم يقولون إن الناسخ يجب أن يكون متراخيا، بينما المخصص لا يلزم أن يكون متراخيا، فقد يكون متصلا، ومرت معنا قبل قليل. كذلك أنهم يقولون إن النسخ لا يكون إلا بخطاب شرعي، بينما التخصيص يجوز أن يكون بمخصص عقلي وقد يكون بمخصص عادي. كذلك النسخ لا يكون بالإجماع، بينما التخصيص قد يكون بالإجماع، وهكذا من الأمور التي تكلم عنها أهل العلم في ذلك المحل. نعم. فقيل خالف، فالخلاف إذن لفظي. طيب، قول المصنف فقيل خالف فالخلاف إذن لفظي، هذه العبارة من أولها إلى آخرها، من قوله فقيل إلى آخرها، أخذها المصنف من كلام ابن السبكي في جمع الجوامع بالنص. ولذلك فإن هناك يعني إيرادات على كلمة خالف وما ينبني عليها، سأختصرها في الحديث عنها. قوله فقيل، قول المصنف فقيل تبعا لابن السبكي الذي قال هذا الكلام، الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أنه ابن دقيق العيد، فإن لابن دقيق العيد كلام نقله ابن بهادر الزركشي في البحر المحيط بمعنى الكلام الذي أوردوه هنا. وممن نقل عنه أنه قال إن الخلاف لفظي هو ابن السمعاني، كما نقله أيضا في البحر المحيط. قوله خالف، معنى قوله خالف أي خالف في تسميته نسخا، خالف أي في تسميته، ولذلك قال وسماه نسخا، فخالف أي في التسمية، هذا هو معنى قوله خالف. إذن فأبو مسلم الأصبهاني يرى أن النسخ موجود لكن لا يسميه نسخا، وإنما يسميه تخصيصا، هذا القول الذي قاله ابن دقيق العيد، وبنى عليه طبعا أو علله بتعليلات. قال فالخلاف إذن لفظي، أي ليس معنويا. والسبب في قولهم ذلك قالوا لأن هذا القول في غاية السقوط، فإنه مصادم
للنصوص الشرعية. فقد ذكر ابن السمعاني في القواطع أن هذا القول لازمه كفر، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، فهو نص في ذلك، وإن ثبت خلافه فإنه خلاف لا يعتد به. حتى إن طبعا الشوكاني في إرشاد الفحول قال هذا قول لا يقوله إلا جاهل مغر في الجهل. وعلى العموم فإن قول أبي موسى الأصفهاني لأهل العلم في فهمه أقوال، وأقول لفهمه لأن كتاب أبي مسلم الأصفهاني وهو التفسير غير موجود، ولربما كان كلامه هذا في غير كتابه التفسير، لكن طبعا بعض الباحثين حاول أن يجمع آراءه من التفسير وأخرجها في بحث، لكن الناقلون لهذا القول لهم اتجاهات، منهم مثل طريقة المؤلف ابتداء أنه يكون قد خالف في الوقوع مع تجويزه للنسخ عقلا، وهذه الطريقة هي طريقة أبي يعلى في العدة وغيره. وقيل إن أبا مسلم الأصفهاني إنما يخالف فقط في وقوع النسخ في القرآن، وأما النسخ في السنة فلا يخالف فيه. وهذا الفهم هو الذي نقله أبو إسحاق الشيرازي عنه، وهذا الكلام الذي قاله أبو مسلم أنه لا يوجد نسخ في القرآن تبناه كثير من المعاصرين في القرن الماضي، ومن أشهرهم محمد عبده في أكثر من كتاب له، وتبناه بعض المتأثرين بآرائه، ولكن الكتاب واضح جدا ما ننسخ من آية أو ننسيها. الأمر الثالث التوجيه الذي ذكره المصنف أن الخلاف لفظي وأنه إنما نازع في التسمية. نعم. مسألة: لا يجوز على الله البداء، وهو تجدد العلم عند عامة العلماء، وكفرت الرافضة بجوازه. نعم، هذه المسألة وهي مسألة البداء أوردها المصنف عطفا على المسألة السابقة، لأنها هي حجة اليهود، فاليهود الذين يرون عدم النسخ حجتهم أن النسخ بدا. بدأ المصنف تكلم عن البداء، ثم بعد إرادة كلام المصنف سنتكلم ما الفرق بين البداء والنسخ. يقول المصنف: ولا يجوز على الله عز وجل البداء، ثم بيّن معنى البداء، قال: وهو أي البداء تجدد العلم، بمعنى أنه يعلم شيئا لم يكن قد علمه قبل عند عامة العلماء. قوله عند عامة العلماء عائد لعدم الجواز عقلا، فكلمة عند عامة العلماء عائد ليس للتفسير، وإنما هو عائد لعدم الجواز. قال: وكفرت الرافضة بجوازه. الحقيقة أن الإمامية ليس وحدهم هم الذين قالوا بذلك، طبعا ليس كل الإمامية بل كثير من الإمامية، وقد شهر هذا الرأي عنهم، ولهم كلام جدا مشهور ونقل عنهم كلام متعلق به كثير، ولكن من أكثر من يقول به هم غلاة القدرية. ولذلك فإن الإمامية الغالب عليهم أنهم قدرية في باب الإيمان، والقدرية هم الذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنهم مجوس هذه الأمة، وقد جاء عن السلف أنهم قالوا حاججوا أهل القدر بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ولذلك كل من قال أن البداء جائز على الله عز وجل بأن يعلم ما لم يكن قد علمه قبل ذلك، فهذا الذي قال عنها العلم فإن جحدوا أي علم الله عز وجل السابق قبل الوجود كفروا، وهذا معنى قولهم كفرت الرافضة أي وغلاة القدرية، والكلمة فيها مشهورة عند أهل العلم حتى أنها تكون بمثابة المستقر عندهم، حاجزوا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. طبعا لا يقول بالبداء إلا غلاة القدرية، وإن كان بعضهم يعني يأتي بألفاظ قد توهم ذلك. ما الفرق بين البداء وبين النسخ؟ البداء كما مر معنا هو تجدد العلم بعد أن لم يكن عالما به، أما النسخ فهو رفع حكم الشيء وقد علم الله عز وجل أولا أنه سيرفعه سبحانه وتعالى، فإن الله عالم ما هو كائن، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. والأمر الثاني أن الله عز وجل
إذا قيل بالمصلحة والتحسين والتقبيح العقليين، فإن الله عز وجل وإن رفعه فإن في رفعه مصلحة، وهذا معنى قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وهي المصلحة، والخيرية متعددة، ومنها أمور كثيرة ستأتينا إن شاء الله في قضية الأثقال في محله. نعم. مسألة: بيان الغاية المجهولة كقوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هي نسخ أم لا؟ نعم، بدأ المصنف في هذه المسألة بذكر بعض الصيغ هل هي نسخ أم لا، فقال أولا بيان الغاية المجهولة. قبل أن نبدأ بهذه المسألة لابد أن نبين بيان الغاية وأنها تنقسم إلى قسمين. يذكر أهل العلم أن بيان الغاية نوعان، أو قبل ذلك الغاية نوعان، الغاية ليس بيان الغاية وإنما الغاية نوعان، وحينئذ هل البيان يكون نسخا أم لا فتصبح مسألتين. الغاية نوعان، الغاية الأولى تسمى الغاية المعلومة، ومعنى كونها معلومة أي أن تكون بينة بنفس الخطاب، واضحة بنفس الخطاب، ثم يأتي خطاب بعد ذلك يزيدها توضيحا، فهذه بإجماع أهل العلم أنها ليست بنسخ. ومثالها قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، فتبين فهذا اللفظ فيها غاية معلومة إلى الليل، فبين الغاية الصيام إلى الليل. ثم جاءت السنة في حديث عدي بن حاتم حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن غروب الشمس هو حد الليل فزادتها بيانا، فلا يكون ذلك نسخا، وهذا باتفاق ممن حكى الاتفاق عليه الشيخ تقي الدين في الرد على النصارى الجواب الصحيح على عباد المسيح، حكاه اتفاقا بين أهل العلم. النوع الثاني اللي تسمى الغاية المجهولة، أن يؤتى بحرف الغاية إلى أو حتى ولكن لم يبين نهايتها، فيمد الله عز وجل في الحكم من غير تبيين ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نهايتها. مثل لها المصنف قال كقوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، حتى يتوفاهن الموت هذه غاية معلومة، لكن المجهولة أو يجعل الله لهن سبيلا، ما هو السبيل؟ علمها عند الله عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. يقول المصنف اختلف كلام أصحابنا وغيرهم أي في هذه المسألة هل هي نسخ أم لا، وفيها قولان. القول الأول أنها نسخ، وقال بهذا القول القاضي أبو يعلى، ووافقه أبو الوفاء بن عقيل، وممن وافقه على ذلك الطوفي في تفسيره الإشارات، فقد نص على أن بيان الغاية المجهولة كذلك تكون نسخا. القول الثاني أنها ليست بنسخ، وهو قول أيضا للقاضي آخر غير القول الأول، فإن القاضي قولين في هذه المسألة أخذت من تعليلاته لا من نصه، وهذا القول استظهره جمع من المحققين كابن مفلح فقد استظهره، وكذلك الجراعي استظهره وصححه وجزم به الشيخ تقي الدين، وقال المرداوي إن أكثر أصحاب الإمام أحمد عليه، وهو كذلك، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن المعتمد أن السنة لا تنسخ القرآن وفاقا للشافعي، وهذه الآية حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا كان بيان الغاية المجهولة بالسنة فلا يكون ذلك نسخا، وهذا القول الثاني هو الأقرب للقواعد. نعم. مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكره القاضي وابن عقيل إجماعا. نعم، شرع المصنف في هذه المسألة بذكر نسخ الفعل أو نسخ الحكم عفوا قبل الفعل، نسخ الحكم قبل الفعل، وذكر في هذه المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى قال نسخ الحكم قبل الفعل ولكن بعد دخول الوقت الفعل، أي بعد وقت دخول الفعل، الوقت الذي يشرع فيه الفعل بعد الدخول. الأمر الثاني نسخ الحكم قبل الفعل أيضا ولكن قبل دخول وقت الفعل. والصورة الثالثة وهي نسخ الفعل قبل علم المكلف به، قبل العلم. بدأ بالصورة الأولى فقال يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت،
أي بعد دخول الوقت الذي يشرع فيه الفعل المأمور به أو الوقت الذي يكون فيه منهيا عنه. قال ذكره القاضي وابن عقيل إجماعا، حكى ذلك القاضي في العدة وابن عقيل في الواضح، فابن عقيل يقول هذا لا خلاف فيه، وابن عقيل يقول لا يختلف الناس في جواز نسخه. وممن حكاه إجماعا أيضا أبو الخطاب، ولكن أبو الخطاب حكاه عدم اختلاف أصحاب أحمد، فقال لا يختلف أصحابنا، وذلك لم يجعله مصنف معهم لأنه قال لا يختلف أصحابنا. نعم، ولم يذكر في هذا المسألة خلاف. الصورة الثانية، نعم، وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم. نعم، خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة. نعم، قال وكذا نسخ الحكم قبل وقت الفعل، يعني قبل دخول الوقت. قوله عند أصحابنا أي عند أصحاب الإمام أحمد، وهذا الذي نص عليه أكثرهم، منهم أبو عبد الله بن حامد والقاضي وتلامذته كأبي الخطاب وابن عقيل، وبه قال أبو البركات، ونص عليه ابن القيم وابن الحافظ وأغلب أهل العلم، بل جزم ابن عقيل أنه ظاهر كلام الإمام أحمد، وأخذوا ذلك من قول أحمد في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، قال إن ذلك لجواز النسخ، وأن الله أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب. قال القاضي وهذا ظاهر في جواز النسخ في عموم الأحوال، أي قبل دخول الوقت أو بعده. قال المصنف خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة، فإنهم لا يرون ذلك، ومما وافقهم على هذا أبو الحسن التميمي من الحنابلة، فقد وافق أكثر الحنفية في هذه المسألة. من الأمثلة للنسخ قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت أمثلة كثيرة عدوها، منها ما جاء في ليلة الإسراء والمعراج حينما فرض الله عز وجل على نبيه 50 صلاة ثم نسخت إلى 50. من أمثلة ذلك أيضا قالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يحرق أقواما، فلما انصرفوا قال نهاه عن التحريق وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهكذا كثير من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. بقي معي قضية أبو الحسن التميمي. أبو الحسن التميمي هذا الذي نقل عنه أنه يوافق قول الثاني، هو الذي نقل عنه القاضي ونقله عنه ابن عقيل وغيرهم، لكن أبا البركات في المسودة نقل أن أبا الحسن التميمي له قولان، فقول وافق قول أصحاب أحمد، والقول الثاني أنه يعني خالفهم فيه. نعم، ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله. نعم، يقول الشيخ ولا يجوز النسخ، هذه الصورة الثالثة، لا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، أي قبل علمه بالحكم الذي فرض عليه، والمراد بعلم المكلف أي علم جميع الناس، يعني أو يعني أحدهم. قال لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم، إذ لو شرع الحكم ثم نسخ مباشرة من غير علم المكلفين ولا واحدا منهم فلا فائدة منه حين ذاك، لأن الفائدة عندهم من المشروعية ثم النسخ هو أنه يعزم على العمل فيؤجر عليه، وهذا معنى قوله لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم أي على الفعل قبل النسخ. وهذا القول الذي ذكره المصنف هو الذي جزم به بن مفلح، وقد تبعه المصنف. قال وجوزه الآمدي أي وجوز النسخ قبل علم المكلف لعدم مراعاة الحكم في أفعاله، أي لا يلزم وجود هذه المصلحة، مبني على عدم وجود هذه المصلحة وهني لزوم العزم، فلا يلزم مراعاة هذا الحكم في الأفعال، وإنما هي رفع الحكم بدون نظر للمصلحة. نعم. مسألة، يجوز نسخ أمر مقيد. طبعا هذه المسألة قلت لم أقف، يعني لم أرى أن وافقه إلا بن مفلح، لم يعني أجد أحدا من أصحاب أحمد صرح بها غير بن مفلح، لعدم مراعاة الحكم. نعم، أحسنت. نعم، لأن الحكمة. نعم، تفضل. مسألة، يجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد نحو صوموا أبدا عند الجمهور. طيب، بدأ المصنف في هذه المسألة بذكر الأمور المتعلقة بالمنسوخ، فقال يجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد، مراده بذلك حكم الخطاب إذا كان جاء فيه لفظ التأبيد فهل يصح نسخه أم لا. فذكر المصنف
أنه يجوز هذا النسخ لهذا الأمر المقيد بالتأبيد مثل قوله صوموا أبدا، وقال عند الجمهور فجزم بأنه يجوز نسخه أي عقلا ووقوعا، يعني لم يذكروا أمثلة. وهذا القول الذي جزم به كثير من أصحاب أحمد كأبي الخطاب وأبي البركات، وقدمه ابن مفلح وقال أبو البركات إنه قول أكثر أهل العلم وهو الجواز. والقول الثاني الذي يقابل قول الجمهور عدم جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد، وهذا هو الذي استظهره الجصاص في الفصول، الجصاص يعني المال الحنفي المشهور الإمام أبو بكر الرازي استظهر هذا المنع، فالذي خالف هذه المسألة إنما هو الجصاص من الحنفية. نعم. وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر وجوزه قوم. نعم. شرع المصنف في المسألة الثانية وهي نسخ الأخبار، ومعنى نسخ الأخبار يعني أن الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بصيغة الإنشاء والأمر فإنه يصح نسخه، وإما أن يكون بصيغة الخبر فهل يصح نسخه أم لا؟ المصنف هنا قال منعه الأكثر وجوزه قوم. الحقيقة أن هذه العبارة التي أوردها المصنف يعني تحتاج إلى بعض التقييدات الكثيرة جدا، فإن إطلاق المنع مطلقا أو الجواز مطلقا فيه نظر، والصواب أننا نقول إن الأخبار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الخبر الذي يكون بمعنى الإنشاء، مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا خبر لكنه بمعنى الإنشاء، وهذا ذكر أهل العلم أنه يصح نسخه، ولم ينقلوا أن أحدا منع منه لأن المعنى فيه الإنشاء. الحالة الثانية أن يكون الخبر ليس من باب الإنشاء، وإنما من باب أن يكون الخبر من باب الإخبار المحض، نعم يسمى الخبر المحض، فهذا الذي فيه الخلاف. فعامة الأصوليين على أنه لا يجوز نسخه مطلقا، وممن نص على ذلك أبو يعلى في العدة، وسيأتي أن له تفصيلا آخر في بعض كتبه، ومنهم ابن عقيل وأبو الخطاب وأبو البركات وغيرهم، وابن الجوزي وابن قدامة وغيرهم، بل قال ابن الحافظ إنه قول أكثر الفقهاء، وقال ابن مفلح جمهور الفقهاء والأصوليون عليه. والذين خالفوا في هذه المسألة هم الذين قال عنهم المصنف وجوزه قوم، أي أن بعضا من الناس قد جوزوه وأبهمهم المصنف ولم يبينهم. وهؤلاء الذين جوزوه أي يجوز نسخ الخبر المحض ضعف قولهم على سبيل الإطلاق ابن الجوزي، فقد ذكر ابن الجوزي في كتابه المصفى وهو مختصر من كتابه نواسخ القرآن، وكلا الكتابين مطبوع، أن من أجاز نسخ الأخبار فإنه ممن لا يعتد بخلافه، فنفى خلافه بالكلية. والحقيقة أن بعضا من أصحاب أحمد قد جوزوا نسخ بعض الأخبار المحضة، ومن هؤلاء ما نقل عن أبي عبد الله بن حامد شيخ القاضي أنه يجوز نسخه في الماضي دون المستقبل، يعني أن الخبر إذا كان عن أمر ماض جاز نسخه، وأما في المستقبل فيقول لا يجوز نسخه لكي لا يكون إكذابا في علم الغيب، هكذا قال. ونقل الشيخ عبد الحليم ابن تيمية والد الشيخ تقي الدين أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل لهم تفصيل في ذلك، وتفصيل القاضي هو في كتابه الثاني الكفاية، وأن ضابط تفصيله هذه عبارة عبد الحليم أنه إذا كان الخبر مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وما سيكون لم يجوز نسخه، وإن كان مما يصح تغيره وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة جاز نسخه. فيقول إن الأخبار ليست واحدة، بل بعضها تقبل التغيير وبعضها لا يقبل التغيير، وهذا الذي جعل ابن حامد
ربما لما لم يتصورها كاملة جعل فرق بين المستقبل والماضي لقضية الإخبار عن شخص بأنه كافر أو لكونه مؤمنا. وهذا الضابط الذي أورده عبد الحليم ابن تيمية عن القاضي أو لخصه ففهمه من كلام القاضي في الكفاية جوده وقال هذا قول جيد، هذا قول جيد. نعم. ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز. نعم، قوله ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز، يعني لو وجد، لو للتقليل أو للتصور الذهني، لو وجد خبر بأن هذا الشيء على سبيل التأبيد سيكون، قال لم يجز، أي لم يجز نسخه، مثل تأبيد الكفار في النار ونحوهم، قال خلافا للآمدي وغيره. والقول الثاني اللي هو قول الآمدي مال إليه أبو الخطاب فرأى أنه يمكن نسخ الخبر إذا كان ولو كان مقيدا بالتأبيد. نعم. مسألة. نعم. الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل وعلى جواز النسخ بأثقل. طيب، نبدأ بها مسألة مسألة. بدأ المصنف في هذه المسألة في ذكر المنسوخ به، أي الحكم المنسوخ به، فبدأ بأول مسائل فقال الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل. المنسوخ الحكم المنسوخ باعتبار نوع الحكم المنسوخ به ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن ينسخ بأشد أو أثقل، وإما أن ينسخ بأخف، وإما أن ينسخ بمساوي. فإن نسخ بأخف أو نسخ بمساو فهو باتفاق أهل العلم أنه جائز، وإنما تنازعوا في النسخ بالأثقل. ومعنى النسخ بالأثقل كأن يكون الحكم مأمورا به على سبيل الندب ثم يؤمر به على سبيل الوجوب. لا نقول المباح يؤمر به، فإن المباح على البراءة الأصلية والأمر به ليس نسخا، وإنما نقول أمر على سبيل الندب ثم نسخ بالوجوب، فهل يكون ذلك منه أم لا؟ المصنف ذكر أن الجمهور على هذا، والذين خالفوا في هذه المسألة طبعا قول نقله أبو الخطاب عن بعضهم ولم يسمي هذا القائل، قال وقال بعضهم إنه لا يجوز، عفوا أنا انتقلت إلى البدل وغير بدل، شرحت المسألة الثانية، نقول عفوا أنا ندى ذهني إلى المسألة الثانية، شرع المصنف المسألة الأولى وهي النسخ إلى غير بدل، وهي المنسوخ باعتبار المنسوخ به نوعان، إلى بدل ولغير بدل، عفوا نعم إلى بدل وإلى غير بدل، فما كان لبدل فهو جائز يقولون باتفاق، وما كان إلى غير بدل فهذا الذي فيه خلاف ذكره المصنف، والذي إلى غير بدل الجمهور على جوازه، وإنما خالف في ذلك بعض الأصولين كما نقله عنهم أبو الخطاب ولم يسمهم. مثال النسخ إلى غير بدل، قالوا إن الله عز وجل كان قد أوجب على المرأة الإحداد سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم بعد ذلك نسخت العدة إلى 4 أشهر و10 أيام، فما زاد عن 4 و10 أيام منسوخة إلى غير بدل فهو عفو، فهذا يقول هو باب النسخ إلى غير بدل، فسقطت العدة عنها، وهذا المثال المشهور الذي يريدونه. من الأمثلة التي أوردوها أيضا قالوا إن الشرع كان يوجب الإمساك في أول صدر الإسلام إلى حين النوم، فإذا نام لزمه الإمساك ثم بعد ذلك نسخ إلى غير بدل، وإنما هو تخفيف من أحد الأوقات وهو الفجر. نعم. المسألة الثانية بعدها قال وعلى جواز النسخ بأثقل، وأنت لما قرأتها قبل قليل تداخلت علي. المسألة الثانية وهي جواز النسخ بأثقل هي المسألة ذكرناها قبل قليل، أن المنسوخ باعتبار ما نسخ به ثلاثة، مساو وأخف وهي باتفاق يجوز النسخ إليه، وبأثقل هو الذي يريده المصنف. قال المصنف وعلى جواز النسخ بأثقل الجمهور على جوازه، وهذا الذي نص عليه أحمد كما قال القاضي إنه ظاهر كلام أحمد، بل قاله المرداوي هو ظاهر كلام أحمد والأثرم أنه يجوز ذلك.
قال: خلافا لبعض الشافعية والظاهرية، حيث قالوا إنه لا يجوز ذلك، والذي قاله من الظاهرية هو أبو بكر محمد بن داود كما نقله عنه أبو الخطاب. ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا. نعم، أي أن بعضا من الأصوليين منعوا النسخ بأثقل من باب الشرع فقط من هؤلاء الشافعية والظاهرية، وبعضهم منعه عقلا، لأن الله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قوله بخير منها أو مثلها يدل على أنه لا ينسخ بأثقل وإنما يؤتى بالأسهل، فذلك قالوا يمنع منه. فنقول هذا غير صحيح، بل إن الأثقل أحيانا قد يكون من باب يعني زيادة التكليف لعظم الأجر، فإن الابتلاء يكون فيه أجر ويكون فيه المثوبة. نعم. وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه. نعم، بدأ يتكلم مصنف في المسألة الثالثة، وهي مسألة الخلاف في نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، هل فيها خلاف أم لا؟ فقال: أولا، الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه كذلك، أي أنهم على هذا الخلاف، خلافا لبعض المعتزلة. فقوله خلافا لبعض المعتزلة يعود المسألتين المتقدمتين، وهي نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن النسخ ثلاثة صور: إما نسخ للتلاوة والحكم معا، وإما نسخ للتلاوة فقط دون الحكم، وإما نسخ للحكم دون التلاوة فقط. بدأ المصنف بالأول، وهو نسخ التلاوة دون الحكم. نسخ التلاوة دون الحكم جماهير أهل العلم على وجوده، ومثلوا لذلك بقول بالآية المشهورة آية الرجم، فإن آية الرجم قالوا إنها منسوخة التلاوة باقية الحكم، فهي باقية الحكم ولم تنسخ. ومن أمثلته أيضا قول عائشة رضي الله عنها: إن مما نسخ من القرآن 10 رضعات محرمات، فنسخن بخمس محرمات. الآية الثانية وهي خمس محرمات نسخت تلاوة لا حكما، وأما الآية الأولى 10 رضعات محرمات فقد نسخت تلاوة وحكما معا. إذن هذا مثال نسخ التلاوة دون الحكم، وهذا الذي جزم به جماهير أهل العلم والذي خالف فيه بعض المعتزلة. عكسه وهو نسخ الحكم دون التلاوة، بحيث تبقى الآية وينسخ حكمها. نوع من الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وهي التي عني العلماء بتأليف كتب ناسخ القرآن ومنسوخه لأجله. فأغلب ما ألف من باب ناسخ القرآن ومنسوخه فيعنون به هذا، وهو ما نسخ حكمه دون تلاوته، ولا يريدون فيه النوع الأول ولا الثالث الذي سيأتي بعد قليل. إذن قول المصنف خلافا لبعض المعتزلة، أي في المسألتين، في نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة. عندنا هنا مسألة، خلاف المعتزلة هذا هل ينبني عليه، أو الخلاف مع المعتزلة لما قلنا إنها منسوخة تلاوة، هل ينبني عليه حكم أم لا ينبني عليه حكم؟ نقول: ذكر أبو البركات أنه ينبني على نسخ تلاوة الآية أنه على الصحيح لا يجوز مسها، فلو كتبت في رق وكان هناك محدث فأراد مسها فنقول إنه يجوز مسها لأنها منسوخة التلاوة، فكل ما نسخت تلاوته فإنه يجوز مسه للمحدث ولم يخالف في نسخهما معا. نعم، هذا النوع الثالث من النسخ هو نسخ التلاوة والحكم معا. ذكر المصنف أن المعتزل لم يخالفوا فيها، بل هي باتفاق أهل العلم، وهذا الذي قاله المصنف حكاه جماعة من أهل العلم أنه بإجماع. قد تقدم أن كل من حكى الإجماع في ورود النسخ في القرآن فإنه يقصد به هذا الموضع، وهو نسخهما معا. قوله خلافا لما حكاه الآمدي عنهم، الآمدي حكى أنه أيضا أن المعتزلة يخالفون في هذا، وقد ذكر شراح جمع الجوامع أن عبارة ابن الحاجب وعبارة ابن السبكي توهم ما قاله الآمدي، وهو أن من المعتزلة من خالف في ذلك. والصواب ما ذكره المصنف ولا شك، أن المسألة إجماعية أنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معا، وإنما الخلاف في نسخ أحدهما إما التلاوة أو الحكم، والخلاف لبعض المعتزلة ولا ينظر إليه. نعم. مسألة:
يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها. نعم، هذه المسألة متعلقة بمسألة مهمة، وهي مسألة الدليل الناسخ، وهل يلزم أن تكون قوته بقوة الدليل المنسوخ أم لا؟ وهنا يتعلق في العلاقة بينهما وبين في القوة، وهذه المسألة من المسائل المهمة جدا، ولذلك كانت أصول كثير من أهل العلم ومنهم الحنابلة تضييق هذا الباب، وقد بناه الشيخ تقي الدين على ما تقدم قبل أنه لا يصح النسخ بالمحتمل، عفوا لا يصح النسخ بالمرجوح، فمن باب أولى أنه لا يصح بالمحتمل، ولذلك قال الأصل أنه يضيق هذا الباب، فلا ينسخ القوي إلا بمثله ولا ينسخ القوي بالضعيف. ومن أثارهم أنهم يعني خلافا لبعض الأصوليين أنهم إذا قالوا بنسخ بعض دلالة الحكم أبقوا دلالته الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا جاء أمر فإنهم إذا قالوا إنه صرف عن الأمر إلى غيره قالوا تبقى دلالته، وتكلمنا عنها في قضية اللفظ المشترك، إذا انتفى عن أحد معانيه بقي له بقي الاستدلال بالحكم الثاني. نعم، أول جملة ذكرها المصنف قال يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثلها، يعني يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والمتواتر من السنة بالمتواتر من السنة وأحاد السنة بأحاد السنة، فقوله بمثلها يعود لكل واحد من هذه الكلمات الثلاث. وقد حكي الإجماع عليه، ممن حكى الإجماع عليه ابن الحافظ في التذكرة، ومرعي في كتابه النواسخ الذي أسماه قلائد المرجان حكاه إجماعا. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعم تفضل. وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر، ولأحمد والشافعي قولان. نعم، قول المصنف وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر، يعني يجوز نسخ السنة بالكتاب إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو حكم عام فيجوز أن ينسخ بالسنة. وقول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر، أي عند أكثر أهل العلم، جزم بهذا القول أغلب أصحاب الإمام أحمد منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وأبو البركات وغيرهم، وقالوا إن أحمد أومأ إليه ويكون ذلك مثالا، فقد ذكر له حديث أبي جندل في من يقول عبد الله يقول سألت أبي عن رجل أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم، فقال أحمد فيه خلاف. قال عبد الله فقلت لأبي حديث أبي جندل حينما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أن يرد إليهم من أسلم منهم، فقال أحمد ذلك صالح على أن يردوا من ذلك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلما، فرد النبي الرجال ومنع النساء ونزل فيهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا أنه أثبت نسخ السنة بالقرآن، فصلح النبي صلى الله عليه وسلم نسخه القرآن في عدم جواز إرجاع النسوة إلى الكفار. هذا هو يعني قول الجمهور ومنصوص أحمد، وهذا المثال، والأمثلة أوردوها كثيرة جدا على نسخ الكتاب للسنة. بقي عندي مسألة في قوله ولأحمد وللشافعي قولان. قوله للشافعي هذا واضح أن الشافعي له قولان، حكاها جماعة من الشافعية أن للشافعي قولان. وأما قوله ولأحمد ظاهر كلام المصنف أن أحمد هو الذي قال هذا القول، والحقيقة أن كثيرا من متقدمي أصحاب أحمد لم يحكوا ذلك، فإن القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وهم المقدمون في حكاية الروايات الأصولية لم يذكروا في هذه المسألة خلافا لا عن أحمد ولا عن أصحابه، والذي ذكرها رواية بعض المتأخرين وهو ابن الحافظ في التذكرة، ابن الحافظ في التذكرة. ومن الفائدة يعني ولا أدري عن صحة ذلك، لكن ذكر محقق تذكر كتاب التذكرة لابن الحافظ أن ابن اللحام قد استفاد منه، ولا أدري صحة ذلك لأن ابن الحافظ قبل ابن اللحام بفترة، ولكن علمها عند الله عز وجل. لكن ابن الحافظ هو الذي صرح بأنها رواية عن أحمد،
وقوله بأنها رواية فيها نظر، لأن الحقيقة هي تخريج من أبي البركات في المسودة، لأن أبي البركات قال: ويتخرج لنا المنع إذا منعنا من تخصيصها به، فهو باب التخريج. وفرق بين التخريج والرواية، والظاهر أنها تخريج محتمل ولم يجزم به. وذلك فإن نسبة هذا القول لأحمد أو لأصحاب أحمد فيه نظر حسب ما يظهر العلم عند الله. نعم. فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا، قاله القاضي. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن نسخ القرآن بالسنة، والأصل عند فقهاء الحنابلة على سبيل الجملة، ثم سيأتي بتفصيله بعد قليل، أن كل نص في القرآن فلا تنسخه السنة، هذا الأصل. وقد أطال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة في تقرير هذا الأصل، وهو أن السنة لا تنسخ القرآن، وظاهر القرآن يدل عليها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والخيرية لا شك في القرآن أعلى من خيرية السنة. طيب، أراد أن يفصل في نسخ القرآن بالسنة فقال: ونسخ القرآن بخبر متواتر جائز عقلا. تكلم أول عن الجواز العقلي، وذكر أن القاضي قد نص عليه، وهو كذلك، فقد نص عليه القاضي وأبو الخطاب، كلهم نصوا على أن نسخ القرآن بالخبر المتواتر من السنة جائز عقلا. ولكن فقط زيادة على كلام المصنف أن المصنف لم يرد خلافا في المسألة، وظاهر كلامه أنه قول واحد، ولكن في المسألة فيها خلاف. فقد نقل أبو الخطاب رواية عن أحمد أنه قد يقال بعدم جوازه عقلا، فقال أبو الخطاب: إلا أن أحمد قال في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة تفسر القرآن. قال أبو الخطاب: فظاهره أنه منع من نسخه شرعا وعقلا. قال: وهذا قول الشافعي، الشافعي يمنع منه شرعا وعقلا. فقط هذا باب التقييد لكلام المصنف في مسألة الجواز العقلي، فإنها في هناك رواية كما يعني استظهرها ابن أبو الخطاب أنها ممنوع عقلا. نعم. ويجوز شرعا في رواية اختارها أبو الخطاب، ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل، وقيل لا واختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في أخرى اختاره ابن أبي موسى والقاضي والمقدسي. نعم. ثم شرع المصنف في ذكر هل يجوز شرعا أن تنسخ السنة المتواترة القرآن أم لا، فذكر قولين: القول الأول أنه يجوز شرعا، والقول الثاني أنه لا يجوز شرعا. بدأ بالقول الأول فقال: ويجوز شرعا، معنى الجواز الشرعي أي الوقوع، يعني أو فرعه وأثره الوقوع. قال: في رواية اختارها أبو الخطاب. هذه الرواية التي سماها المصنف رواية حكاها أبو الخطاب وابن عقيل، وأخذت من قول أحمد: بعث الله نبيه وأنزل عليه كتابه وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه. فقوله جعل الرسول الدال على ناسخه ومنسوخه، يقول أبو الخطاب: هذا يدل على أنه ينسخه بقوله، فدل على أنه يمكن ذلك. إذن هذه الرواية اختارها أبو الخطاب وقال إنها الأقوى عنده، ثم فرع على هذه الرواية وهو القول بالجواز الشرعي، قال: ثم قيل إنه قد وقع، أي وقع النسخ بعد ذلك، يعني هو جائز شرعا مع الوقوع، لأن قلت لكم أن الوقوع فرع الجواز، واختار ذلك ابن عقيل. قول المصنف إنه اختاره ابن عقيل يعني فيه إشكال، لأن ابن عقيل في كتاب الواضح مرة جزم ونظر في ابتداء كلامه أن السنة كلها متواترها وآحادها لا تنسخ القرآن، وهذا هو الذي ذكره في أول الفصل، لكنه ذكر في آخر كلامه في المجلد الرابع أن الأصح جواز نسخ
النسخ بالمتواتر من السنة، نسخ القرآن بالمتواتر من السنة. ومن إشكالات ابن عقيل في الواضح أنه يبحث المسألة في موضعين وثلاثة، ويبدو مع أنه ألف في أول السن في أظن في أوائل الثلاثين من عمره، إلا أنه يبدو أنه زاد عليه أو نسي ما كتبه في أول كتابة، فيذكر بعض المباحث مرتين وثلاثة، ويشير لهذا الملحظ صاحب المسودة كثيرا فيقول ذكره في الموضع الفلاني وذكره في الموضع الفلاني وذكره في الموضع الفلاني. طبعا هنا فأبو الخطاب نص على الجواز في موضع آخر. قال وقيل، أي وقيل وقال من يجيزه شرعا، إنه لا، أي لا يقع أو لم يقع. وقال اختاره أبو الخطاب، قال أبو الخطاب لم يوجد ذلك وهو الأقوى عندي، فمن ادعى وجوده فعليه الدليل. ثم قال القول الثاني ولا يجوز، أي ولا يجوز شرعا ليس عقلا، العقلا تكلم عنه ابتداء المصنف وذكر أن القاضي لا يجوز العقل، وهنا نسب إلى القاضي تجويز عدم الجواز شرعا. فقوله ولا يجوز أي شرعا في أخرى، أي في رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهذه الرواية نص عليها أحمد في أكثر من رواية عن أحمد، منها قوله لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده وهكذا. قال اختارها ابن أبي موسى، وهذا كلامه موجود في الإرشاد، والقاضي في كتبه المجرد والعدة وغيرها، والمقدسي، والمراد بالمقدسي أبو محمد بن قدامة، وممن قال بهذا أيضا أغلب أصحاب أحمد كلهم على أنه لا يجوز شرعا، أغلبهم على هذا الرأي، منهم ابن الجوزي وأبو البركات والشيخ تقي الدين وغيرهم على عدم الجواز شرعا، وكذلك الرصعني في تفسيره نص على هذا وتفسيره مطبوع، والرصعني من تلاميذ الموفق بن قدامة، كلهم على هذا الرأي أنه لا يجوز، بل قد جزم بعض المتأخرين بترجيحه بصيغة قوية فقال مرعي وهو الحق، يعني لا يقبل الفصال، وهو عدم جواز نسخ القرآن بالسنة ولو كانت متواترة. نعم. ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعا، وجزم القاضي بجوازه. نعم، قوله ولا يجوز أي لا يجوز شرعا، وليس المراد العقل، لأنه ابتداء أن تكلم عن مسألة العقل في أول كلامه. قال ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعا، فهذا أيضا كلمة شرعا تؤيد أن مراده بالجواز الجواز الشرعي. وهذا القول وهو عدم الجواز هو الذي عليه المعتمد مذهب أحمد، وقد نص عليه أحمد، وقيل إنه لم يذكر فيه خلاف كما ذكره في المسودة. قال المصنف وجزم القاضي بجوازه، أي بجوازه شرعا. وهذه المسألة مشكلة، لما؟ لأنه قال قبل قليل إن القاضي يقول إن القرآن لا ينسخ بالسنة المتواترة، ثم ذكر بعدها بسطر أن القاضي جزم بجواز نسخ القرآن بالأحد وهو أضعف، فكيف يكون ذلك؟ والصواب أن القاضي إنما جزم بالمنع، وإنما ذكر جوازه من باب الاستطراد في كتاب العدة عند مبحث تخصيص السنة، فقد قال ما لفظه نتبعهم في النسخ كما فعلنا في التخصيص، نتبعهم في النسخ كما فعلنا في التخصيص، فقد يفهم من ذلك أنه يرى أن النسخ يكون بخبر الأحد. والصواب أن قول القاضي أبي يعلى الذي قاله في باب التخصيص ليس مراده أن القرآن ينسخ بالأحاد مطلقا، وإنما مراده أن ذلك خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ القرآن، فيجوز نسخ القرآن بنقل حكمه بالأحاد، فتحريم الخمر كانت يعني مباحة بالنص ليس بالدليل العقلي، ثم نسخت بالقرآن، فبلغ الصحابة خبر النسخ بالأحد، فنقول يكون ناسخا في حقهم هم، لا مطلقا أن كل خبر أحد ينسخ، لكن حقيقة الناسخ هو قرآن آخر. ولذلك فإن بعض المحققين لما أراد أن يحكي قول القاضي أبو يعلى، قول القاضي أبي يعلى، قال وقال القاضي أبو يعلى إنه يجوز ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نزيد
فيكون من باب التبليغ، وأما الناسخ في الحقيقة فهو قرآن مثله. هذا هو تحقيق قول أبي يعلى لا كما يهمه لفظه المتقدم. نعم. ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضا. نعم، قوله ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضا يعني أنه أن إذا جاء خبر متواتر من السنة ثم جاء خبر آحاد فهل يجوز نسخه أم لا؟ ذكر المصنف أنه لا يجوز ذلك، وقد جزم بهذا القول القاضي في العدة خلاف ما سيأتي عنه بعد قليل، فقد جزم بذلك صراحة في العدة بأنه لا يجوز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد. ثم قال المصنف وجوزه داود وغيره، أي من أهل الظاهر، فإنما ينسب هذا الخلاف لأهل الظاهر. ثم قال وهو قياس قول القاضي وابن عقيل. قوله وهو قياس قول القاضي وابن عقيل يعني الحقيقة فيه تأمل، فإن قوله نبدأ بابن عقيل لأنه أسهل، أو نبدأ بالقاضي ترتيبا. الحقيقة أن قول القاضي الصريح خلاف ذلك كما نقلت لكم، فإن كلامه في العدة صريح جدا بأنه لا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الأحد، وإنما قال المصنف هو قياس قول القاضي بناء على ما تقدم قبل قليل أنه يجوز نسخ القرآن بالأحاد، فقال على قياسه بل من باب الأولى نسخ المتواتر من السنة بالأحاد. وقد تقدم أن قوله المتقدم فيه نظر في حكايته له بهذه الطريقة، إذن فقوله وهو قياس قول القاضي أيضا فيه نظر لأنه مبني على قول غير صحيح نسبته للقاضي. قوله وابن عقيل الحقيقة أن هذا ليس كلام ابن عقيل في الواضح، وإنما أخذه من كلام صاحب المسودة، فقد ذكر أبو البركات كلاما طويلا لابن عقيل في الفنون، وقال في آخره وهذا يقتضي أن من أصله أن بعض أخبار الآحاد تجري مجرى المتواتر. هذا كلام صاحب المسودة، عفوا قلت أبو البركات، الذي قاله الشيخ تقي الدين في المسودة. وفرق بين كلام الشيخ تقي الدين وبين كلام المؤلف، فالمؤلف أطلق أن كلام ابن عقيل يجيز أن كل خبر أحد ينسخ المتواتر، والذي فهم من كلامه في المسودة أن بعض الأحد لما يحف به من قرائن كاشتهار وإجماع على العمل به، كما تقدم معنا قبل عند مبحث الأحد أن بعض أحاديث الأحد تحف بها قرائن تجعله مفيدا للعلم، هذا الآحاد الذي تحتف به بعض القرائن هو الذي يقال إنه ينسخ المتواتر لا مطلقا. أنا قصدي من هذا أن عبارة المصنف وهو قياس قول القاضي وابن عقيل فيهما نظر في هذا الكلام، بل لا بد من تقييد. وكما ذكرت لكم في البداية أن من أهم الأغراض عندي في هذا الشرح تبين أقوال الحنابلة صريحة لكي تكون صحيحة، وألا ينسب لهذا المذهب أقوال قد لا تكون دقيقة. نقف عند هذا القدر لتأخرنا، نكمل إن شاء الله بإذن الله عز وجل الدرس القادم ما يتعلق بالنسخ بالإجماع، لأن النسخ بالإجماع يحتاج إلى أمثلة وشرح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا سؤال خارج الدرس، يقول هل يجوز المرأة لبس أسورة على يد واحدة تخرج أصواتا بين الأجانب؟ نقول إن هذه المرأة إذا كانت تلبسها من باب الزينة فإنما تمنع منها لأمرين: إذا أظهرتها فإظهار الزينة منهي عنها، ولا يبدين زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمقصود من هذا أن إظهار الزينة، حتى قالوا إن اليد على قول كثير من أهل العلم يجوز كشفها الكف، لكن لو كانت عليها زينة ومثلوا للزينة بالخضاب، ومثلوا للزينة قالوا بالخضاب اللي هو الحنة الرسوم والنقوش، ومثلوا للزينة أيضا قالوا لو كان عليه حليا كخاتم يجمله. والآن من الزينة التي تكون على اليد هذا الطلاء الذي يكون على الأظافر وغيرها، فحينئذ يحرم عليها على القول بجواز كشف الكف وأنها ليس عورة. هذا واحد. الأمر الثاني قالوا إذا كان يوهم زينة مثل أصوات، فالخلاخل التي يعني ولا يضربن بأرجلهن، بعض أهل العلم نقلها بمفلح في الآداب الشرعية لما تكلم عن لبس المرأة القبقابة الذي يكون يصدر صوتا، فتكلموا عنه، وهي من أوردها أيضا الناظم في الدالية، دالية الآداب، النهي عنه لأنه يظهر صوتا. قالوا ما لم يكن العادة قد جرت به كل الناس يلبسونه انتهى الموضوع،
لكن إن كان يظهر صوتا من باب التجمل فإنه منهي عنه. وذلك فإن إطلاق حكم كلي يحتاج إلى تقييد بالعرف وعادة الناس فيه. يقول: حديث لا وصية لوارث ألا يكون ناسخا لقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية؟ يقول: لا، بل الناسخ له القرآن، لأن الناسخ له إنما هي آيات الفرائض، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقها، آيات الفرائض هي التي نسخته، فلا وصية لوارث. فحينئذ إنما كانت هذه قبل فرض المواريث. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الناسخ له إنما هو الآية. أخونا يقول: هل الفازلين يمنع وصول الماء البشرة؟ الاستخدام المعتاد للفازلين لا يمنع، لكن لو كثر المرء طبقة الفازلين فأصبح لها جرم فإنه يمنع. وأما المعتاد حتى وإن كان الماء تجده ربما يجتمع على شكل دوائر وكور فإن هذا لا يمنع. الذي يمنع الذي يكون له جرم، وذلك نصوا على أنه لا بد أن يكون له جرم. يقول: هل الميت يحس بالزمن؟ أظن لو تراجع كلام الروح لابن القيم ستجد فيه كلاما كثيرا، واختصار كتاب الروح للبقاعي اسمه سر الروح طبع أيضا كذلك. لكن مما ذكروه أن المرء إذا وضع في قبره سواء كان يعني مؤمنا أو كان كافرا فإن الزمن يمر عليه مسرعا أو سريعا، لأن المؤمن من باب التنعيم له وإفضال الله عز وجل عليه يتشوق للجنة، فمن باب التنعيم يمر عليه الوقت سريعا، حتى قيل يكون كما بين الظهرين. وأما المنافق فمن باب تعذيبه، لأنه يقول: ربي لا تقم الساعة، يمر عليه الوقت سريعا. جاءت لذلك آثار لا أدري عن صحتها لكنها موجودة يعني في الكتب. يقول أخونا: هل يوجه قول القائل بجواز نسخ الأخبار بأنه من قبيل نسخ التلاوة دون مدلول الخبر؟ لا، هم قصدهم بالنسخ ليس ذلك، صرحوا بأن قصدهم بنسخ الخبر أي نسخ الحكم والمعنى. نعم. يعني أحد أخوانا يقول: حكم تعليق ورقة إعلان عزاء ونعي على باب المسجد. المشايخ صدر فيها تعميم من قديم المشايخ وعمة المساجد، لو كان الباب الخارجي فإنه جائز، وأما إن كان الداخلي فلا يجوز ذلك، لا الإعلان ولا النعي ولا غيره، فإن المساجد لم تجعل لذلك. ما حكم مجالس العزاء العامة؟ مجالس العزاء نص الفقهاء وهو الذي يفتي به مشايخنا الشيخ بن باز وغيره أنه يجوز جعل مجلس العزاء ويحدد بثلاثة. أما الدليل على أنه يجلس مجلس العزاء فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات لهم الميت وخرج الناس لأنهم يجتمعون أتت لأهلها فصنعت لهم تلبينة، وهذا صريح على أنه يجتمعون فإذا خرج المعزون. وأما حديث جرير بن عبد الله البجلي أنهم كانوا يعدون الاجتماع وصنع الطعام من النياحة فهو مجموع الأمرين، أي الاجتماع لأجل الطعام بأن يصبح المكان لا يعرف أهو وليمة نكاح أم وليمة مأتم وعزاء، وبحيث أن الناس يتجمعون إن فلانا عنده عزاء فلنذهب إليه لنأكل عنده طعاما، فيصبح الناس يتجمعون لأجل ذلك. وأما اتيان الشخص لأجل البيت لبيت المعزى لأجل تعزيته أو لأجل يعني أجل التعزية لأجل الأجر أو لأجل توسية يعني مواساته، فإن الشخص أول ما يموت له الميت يحس بفقده فيحتاج أن يكون بجانبه أناس، فهذا مباح وقد نصوا عليه وقالوا: ويقدر بثلاثة أيام، لحديث أم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاث. فقالوا: الإحداد مقدر بالثلاث، فهذا حد تحد إليه الأحكام الأخرى. هذا رأيهم وقدروه، نص عليه في كتب الفقهاء ويفتي به المشايخ عليهم رحمة الله، فهو جائز. الممنوع جمع الناس، الوضع الزينات لا يفرق بين الزواج وغيره، أن تذكر المحاسن الميت، وذلك يقولون ذكر محاسن الميت بعد وفاته مباشرة من النياحة كذا قدروا مباشرة نجتمع كان وكان 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 وكان، يقول هذه نياحة. أيضا من الممنوع صنع الطعام لأجل الناس، وأما إن صنع الطعام لأهل الميت فهذا أمر سهل، لكن لأجل الناس فيصبحون يتكلفون، إن لم يأتي أحد تجد أصحاب الميت يقول: ما جاءنا أحد بطعام، اذهبوا وأتونا بطعام، فيخسرون طعاما. وذلك في بعض الناس الذين يتوسعون في هذه المآتم قد
يوصي الميت بمبلغ ما لعزائه، وقد يشترط شرطا معينا في عزائه، فيشترط أن يكون بالصفة الفلانية، وأن يكون فيه سرادق، السرادق الخيمة الكبيرة مثلا بالشيخ الفلانية، وأن يأتي فيه الشخص الفلاني المقرئ الفلاني وهكذا. لو اجتمعوا ورأى أهل الميت أنهم يعني يسكتون فقالوا يقرأ منا واحد، قراءة القرآن جيدة، بالعكس أحسن من السكوت. لكن لو كان الناس يدخل ويخرج فلا يكون في قراءة قرآن، لكي يعني لأن الله عز وجل أمر بالاستماع إليه والإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طبعا هو على عموم نزلت في الصلاة ولكنها على عمومها، والعبرة بعموم اللفظ. هذا كلام أهل العلم في قضية الاجتماع، فحيث جاز جاز الحضور. يعني بعض المشايخ ممن يحتاط في هذا الباب كان يقول أذهب فأعزي، وهو ممن شهر عن هذا الرأي وبقوة، يعني كان يقول أذهب وأعزي ولكن لا أكل شيئا، فأمتنع من الأكل لكي لا أجمع بين الذهاب الاجتماع والأكل، فتجده يحضر ولا يشرب قهوة ولا شايا. وأنت كذلك كلما أمكنك في عزائك ألا تقدم للحضور شيئا فهو حسن. أما كل من دخل لابد نعطيه فنجان قهوة وفنجان شاي كما لو كان ضيفا، فقد يكون فيه بعض الحرج. فكلما قلل كلما ابتعدت عن الغلو. الغلو هو المذموم، والحد الأدنى مسموح، وبينهما مفاوز. بعض الناس مقل وبينه مكثر، وأنت كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.